أخير من تأخير المسافرين هاني، هدى وهيا، المسافرين على رحلة رقم 107 والمتجهة إلى بانكوك تايلاند. الرجاء من حضراتكم التوجه إلى بوابة صباح الخير يا عرب. والله الصوت قديش تقتل. والله صوتنا لمرة صراحة. أنا طول تخيلت نفسي بسوق الحرة. أنا كل أسبوع صراحة كنت أسمع وإحنا مجهزين الإقلاع معك. جاهزين؟ جاهزين الإقلاع. اليوم كابتن الطيارة اللي حياخدنا هو غباش علي. هو شاب إماراتي بس بيسكن ببانكوك تايلاند، ومؤثر بمواقع التواصل الاجتماعي. إذا بتتابعوه على السناب شات فيكم تشوفوا أماكن بتايلاند ممكن ما بتتخيلوا إنه موجودة هناك. بسافر حول تايلاند وحنصبح عليه لأنه هو حياخدنا اليوم على أسواق تايلاند. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير غباش. صباح الخير. كيف حالك؟ كيف الطقس بتايلاند؟ الله يحفظكم، أنا بخير الحمد لله. تايلاند بخير، ونصبح على العرب من خلال شاشتكم الجميلة. والآن أنا موجود طبعاً في سوق اسمه أوتوكور ماركت. طبعاً أيوه. السوق هذا انبنى في 1975، جداً قديم، وفي منطقة شاتوتشاك، وفيها طبعاً من يعني السوق هذا مليء بالفواكه التايلندية اللي هي الموسمية والغير موسمية أيضاً. تمام، فيك تفرجينا بعض الأماكن وتقولنا وين حتاخدنا هلأ؟ حتعرفنا. طيب وخلينا يعني اختار لنا الفواكه النادرة اللي ما نعرفها. أيوة أنا أحب الفواكه الثانية. ملك وملكة الفواكه. حنشوف اليوم أنا اخترت لكم اليوم الله يسلمكم هي الفاكهة الأشهر. طبعاً أحاول أني أبدأ ألف الكاميرا. نعم. أيوة طبعاً تمام. هذه الفاكهة هي الدوريان، اسمها أيوة. الدوريان. طبعاً الدوريان في تايلاند مشهورة لأن هي من الفواكه المشهورة عالمياً. لو نعرف أماكنها وين في العالم، هي فقط موجودة في فيتنام، جزء من الفيتنام وتايلاند وأيضا غباش اندونيسيا. كمان هالفواكه لما زرت سنغافورة قالوا لي إذا بنحملها نعم. معنا على القطار بناخد مخالفة إنه ممنوع ندخلها على القطار أو تكون محلات عامة. صحيح هالشي كمان بتايلاند؟ نعم بكل تأكيد في كل دول العالم، لأن هذه الفاكهة لها المثل، مثل ما يقولون المثل، طبعا المثل هذا مشهور أن طعم الجنة ولكن رائحتها رائحة الجهنم. هي طبعا المثل ينضرب في هذه الفاكهة. أيوة. ولكن هي فاكهة اسمحي لي أقول لك أنها كريهة الرائحة. أيوة. ولكن جدا مفيدة وغالية جدا. طبعا في تايلاند يعني قديش تقريبا سعرها؟ والله شوفي في تايلاند هي رخيصة. الآن طبعا أمامك هذا النوع الكبير اللي هو يسمونه المونتونغ. أيوة. وعندهم النوع الثاني اللي هو الكانياو. زين الكانياو طبعا هذا هو الكانياو اللي هو الجودة أفضل من المونتونغ. تقريبا سعرها توصل في تايلاند مثل ما انتم شايفين الكيلو يبدأ من 300 بات اللي هو تقريبا حوالي تقريبا 10 دولار وطالع فوق يعني. تمام. تقريبا لأن هو هاي معروفة يعني لتكون معروفة هالفاكهة لتكون ملك الفاكهة الدوريان. وبعدين نعم في نعم ملكة الفاكهة فيك تفرجينا إياها كمان. نعم هذه بالنسبة للدوريان هو ملك، يعتبر ملك الفواكه طبعا بالنسبه للدوريان. اما بالنسبه لملكه الفواكه هي معروفه وجدا لذيذه ومرغوبه ورخيصه عندنا نحن في تايلاند، هي المانغوستين. هذه صحيح. المانغوستين هي ملكه الفواكه وفيها فوائد عظيمه جدا. ايوه استخدمناها الاسبوع الماضي بالعصير. نعم ايوه هي اكسدتها يعني مضاد للاكسده. صحيح. وجدا مفيده جدا يعني كل الاطباء ينصحون. فيك تفرجينا المناظر بالسوق؟ انا مشتاقه اشوف اسواق بانكوك وتخبرنا. نعم. شوي عن يعني. نعم. كيف هلا رجع فتح مفتوحين الاسواق؟ شو الاجراءات الصحه اللي عم بياخذوهم ليرجع تفتح البلد للسياحه والناس ترجع تزور؟ والله شوفي انا بقول لك شيء، الحمد لله رب العالمين تايلاند مشت على خطوات اللي هي التباعد الاجتماعي ونجحت في التباعد الاجتماعي، والان ما عندنا اي حالات جديده. أيوة. في المملكه التايلنديه منذ تقريبا شهرين.
والخطوات اللي تتخذها الحين الحكومة التايلندية اللي هي تبدأ بالتنشيط السياحة الداخلية، ومن ثم ستفتح أبوابها يعني إن شاء الله في الأشهر القادمة للعالم كلها إن شاء الله. تمام. والآن هي بس مجرد وقت، وإن شاء الله يعني بتعدي والعالم كلها إن شاء الله بتزور إلى المملكة. تمام، شكرا لك غباش. طبعا بانكوك معروفة بكل هالأسواق هاني وهدى، حتى إحنا لما رحنا وزورنا يعني رحنا لأكثر من سوق، وفي سوق اللي بالقوارب، بتكون بالقارب وبتمشي بالقارب وبتشتري من الأطراف. فشكرا أعطيتنا هال. جربتي أنت هذه الفاكهة؟ ايوه، اللي طعمها من الجنه. أيوة. ورائحتها من الجحيم. ايوه زين. يعني طعم طيب بس صحيح الريحه، بس الريحه وين بالقشور يعني؟ الريحه هيك زي البصل شوي. كانك بتحط فاكهه بالبصل يعني، عشان هيك ممنوع يحطوا على البصل، على أسوأ شوي الرائحه. المهم الطعم يعني طعم طيب. الفاكهه يعني كثير حلوه، الفاكهه التايلنديه. ايه انا دائما احب اشتريها. انا رحت تايلند بس صراحه هذيك الفتره ما اكلت فواكه ولا شيء، يعني عارفه بلد جديد واول مره اروح له فما اجرب.